الله فرقنا الصوت، واحد كرة ضربها فارس وزهراوي، وانا دست من فوق ان باغاتيل ديال 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 لي جوار ديال السودان، ومشيت ودرت لي بيشنيت وماركيتها. يعني ماشي انا اللي كنقول، 31 ثانيه كيقولوها لي فرونسي اللي كانوا كيصوروا. يوم اللي يعني يوم المقابله النهائيه جات رساله يعني رسميه تحطت مع سعود تاع الصباح، حنا يلاه غنفطروا. جلاله الملك رحمه الله الحسن الثاني دار واحد الرساله اللي بكات المجموعه كامله، كيقول لهم ما يبقاش يقول لهم ايها اللاعبين، ولا يقول لهم ايها الجنود المجندين، احنا انتم في الشرق وحنا في الغرب، وكنتسناو منكم انكم يعني المثل، يعني المثل الاعلى. وبعدا نقول لك واحد القضيه، بعدا قبل ما نهزوا لاكوب راه كلشي سخف، كلشي طاح، كلشي كيرشوا عليه الماء، كاين اللي صبر وكاين اللي ما صبر. هذه واحد خصك بعدا واحد الساعات ما كان عاد فقنا من الناس، احنا مسرحين معاك، كاين اللي كيدعي، كاين اللي كيقرا في القران، كاين اللي جمع القران وجابوا قدروا بقى جابوا القران كيقرا فيه في السير. يعني امور لا تنسى ولا لانه يعني هذيك لاكوب راه لها تاريخ، ويمكن حنا نموت والله الله يعني وغادي يديروا على واحد التاريخ، تاريخ اخر. لان اللي كي اللي الان صاير في الكره ما كيفرحش. من دخلنا المطار محمد الخامس، من المطار محمد الخامس حتى للدار البيضاء، يعني ملايين ديال البشر، كل شيء جابها يشوف الفريق الوطني والكاس مهزوز. تلاقينا بسيدي محمد انذاك الله ينصره، وكانت واحد كنت واحد الطلب قلناه باش انا سجلت اسرع اصابه، اول اصابه وبابا اخر اصابه، وكانت شي امور قلنا الولي العهد انذاك نعني لاكوب بشي الجديده، وفعلا لبى الطلب ديال واحد المجموعه، مش انا ولا بابا، واحد المجموعه ديال الناس، منهم حسني بن سليمان، منهم واحد هذا، قالوا يعني بريمير مع الاخرى تخسات. فعلا كان واحد استقبال هائل جدا، جميع المناطق اللي غير كنا غاديين منها انا ذاك. ومن بعد مشات لفاس ومشات بقاو كيفرقوها بجميع اللاعبين اللي لعبوا كوب دافريك، بقاو كيحتفلوا بها، لان هذيك يعني هذيك الكوب غاليه بزاف. دوزنا واحد الفتره خالده، لانه فعلا كانوا لاعبين كبار مستوى، نذكروا فراس، نذكروا العزاز، نذكروا نجاح، لاعبين اللي عطاو المغرب الكثير، عطاو حضور متميز في انحاء افريقيا والعالم العربي. هاد الايام السعيده ما كتنساش، لانه دوزنا واحد الفتره كرويه بالمعنى الكلمه، كانوا ناس كيعرفوا شنو هي المسؤوليه، كيعرفوا شنو هي كره قدم، اش كتعطي كره قدم، فين غنوصلوا. ولهذا كان النجاح في اي مرحله كنا كنلعبوا كان ديما النجاح وكان التفوق. لا يعقل مدرب ثلاث سنين ولا عامين ونص هو كي 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 كيفتش على فرقه، وامتى غنلقى الفرقه؟ حتى ولهذا خصنا شويه نراجعوا كره القدم، مش بالفلوس، بالعمل.